القهوة العربية ولا القهوة السوداء الأمريكية الإسبريسو أو القهوة التركية؟ اخذوها قاعدة عامة، القهوة كل ما كان لونها أفتح فبالتالي تحميصها أقل، كل ما كانت أفود للصحة. طبعا القهوة مفيدة جدا لأنها تحتوي على مضادات أكسدة، تحتوي على نسبة من المعادن ونسبة من الفيتامينات. مضادات الأكسدة والمعادن اللي فيها لما نعرضها لتحميص لفترة طويلة على حرارة عالية تبتدي تتدمر، فكل ما نحمص القهوة أكثر كل ما نفقدها من قيمتها الغذائية. فالقهوة الفاتحة تكون أفضل لأنها غنية بالعناصر الغذائية المفيدة أكثر مثل القهوة العربية، غير إن لما نحمص القهوة وايد بزيادة نبتدي نرفع نسبة الدهون اللي فيها، فتصير فيها نسبة دهون ضارة. مثلا القهوة التركية فيها وايد كوليسترول، ترفع الكوليسترول بشكل كبير. فالقهوة العربية جدا أفود للصحة، غير إن القهوة العربية إحنا نضيف لها هيل، مسمار، زعفران، كل هذه الأشياء ترفع من قيمتها الغذائية. شنو تفضلون، القهوة العربية ولا أنواع ثانية من القهوة؟ خبروني.